بسم الله الرحمن الرحيم. أي محرك بيقابلني لازم بيكون موجود عليه روزيتا. من خلال الروزيتا اللي موجود عليه بقدر أعرف إمكانيات المحرك ده، يعني أقدر أعرف قدرته قد إيه، أقدر أعرف الأمبير بتاعه قد إيه، أقدر أعرف يشتغل نجمة دلتا، أعرف الفولت بتاعه قد إيه، أقدر أعرف كم لفة في الدقيقة المحرك، أو كمان بيبقى موجود عليه ممكن أعرف الكتلة بتاعته قد إيه. طب لو جينا نبص على الروزيتا عندي هنا الموجودة على المحرك ده، أول حاجة هنا بيقول لي إيه ده، المحرك ده 165 كيلو جرام، ماشي كتلته 165 كويس. الهرتز بتاعي ده فيه ممكن يشتغل 50 هرتز وممكن يشتغل 60 هرتز. طبعا احنا عندنا هنا في بلدنا انا بشتغل على 50 هرتز، يبقى انا الشغل بتاعي في المنطقة دي ايه معنى 380 على 660 فولت، يعني هو بيشتغل 380 ولا 660. نبص كده جنبها دلتا ستار، ده معناه لو انت هتشغله دلتا هيشتغل على 380 فولت، لو انت هتشغله ستار هيشتغل على 660 فولت. طب انا في بلدي ما فيهاش 660 فولت، يعني كده مش هشتغل ستار دي خالص؟ لا، ينفع هتشغله ستار على 380، بس هنشرح الكلام ده دلوقتي لان انت هتلاقي الامبير اختلف معاك وهتلاقي القدرة اختلفت كمان معاك. تاني حاجة موجودة عندي هنا بيقول لي 22 كيلو وات. كيلو وات دي وحدة قدرة، وبالتالي بيقول لي قدرة المحرك 22 كيلو وات. طب لو انا عايزها بالحصان، انا عارف ان 1 كيلو وات بيساوي 1.34 حصان، انا عندي 22 كيلو وات، وبالتالي لما احب اجيب الحصان هضرب في 1.34 هيديني 29 حصان، 29 هورس باور. طيب نيجي نكمل بعد كده، عرفنا الجهد عندي 380 في حالة توصيلة الدلتا و660 في حالة توصيلة الستار. طيب بالنسبة بقى الأمبير، برضو هنا بيقول لي 41.3 على 23.8 أمبير، ده معناه ايه؟ ده بيقول لي برضو لو انت اشتغلت دلتا الامبير بتاعك هيبقى 41.3. طب انت لو اشتغلت ستار هيبقى الامبير بتاعك 23.8، ده في حالة ايه؟ ده في حالة الجهد 660 فولت. نخلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا، اللي انا ما عنديش 660 فولت انا هشتغل على 380، وبالتالي الامبير بتاعي مش هيبقى 23.8، وده اللي احنا هنعرفه النهارده. نكمل مع بعض، بيقول لي هنا اي اف اف ده الافيشنسي اللي هي الكفاءه، كفاءه المحرك بيقول لي 91.2%، يعني ما معناها 91%. كوزين سيتا معامل قدره المحرك جابها لي هو بيقول لي 89%، ده ينفعنا الكلام دوت في القانون. عندي هنا 2940 لفه على الدقيقه، ده دوران المحرك في الدقيقه 2940 لفه. طبعا الكلام دوت لو احنا بنتكلم في 50 هرتز، لا طبعا لو بنتكلم في 60 هرتز هنلاقي المحرك بيشتغل 440 فولت، بيشتغل دلتا بس. قدره المحرك هتلاقيها زادت هنا، بقت 24.5 كيلو وات. الكفاءه قلت، دي طبعا حاجات على المحرك، بس خلي بالنا ان عدد اللفات هيزيد عن لو 50 هرتز. هنا كان 2940، هنا 3540، ده معناه ان الهرتز لما بيزيد بيزيد عدد اللفات او عدد دوران المحرك في الدقيقة. عندي هنا الامبير بتاعي 39.7، بس هنا في حالة الايه؟ الدلتا. فولت 440 فولت، هرتز 60. نكمل مع بعض، عندي عشان احسب قدرة المحرك، احنا طبعا قدرة المحرك جات لنا 22 كيلو وات، طب انا عايز احسب الامبير واشوف هيطلع معايا 41.3 في القانون ولا لا. نبص مع بعض كده، عند القانون قلنا نشتغل يا اما جذر 3 في الفي ال اي ال كوزان سيتا الافشنسي، او نشتغل بالفازه يا اما باللاين او بالفازه. هنا بضرب في جذر 3، هنا بضرب 3، وشرحنا القانون دوت وده في واثبتناه في الفيديو السابق. طب نيجي بقى نكمل، عايز اطبق على المعادله بتاعه الباور
واحسب الامبير، امبير الخط. نبص مع بعض القانون اللي احنا قلنا اللي فيه جذر 3 هنشتغل عليه، في ال اي ال. طيب نكمل، نبص مع بعض، انا عندي القدره ايه، 22 كيلو واط صح، بس هنا في القانون ده عشان استخدمه لازم القدره بتاعتي تبقى بالواط، يبقى اضرب ال 22 في 1000 عشان تبقى بالواط، يعني 22000 بيساوي جذر 3 هسيبها زي ما هي. الفي، الفي في حاله الدلتا كانت بكام؟ 380، نزلتها 380. الاي الامبير هو ده اللي انا عايز احسبه، اسيبه كده للاخر ماشي. كوسان ثيتا 89% الموجوده هي على روزيتا. الافشنسي اللي الكفاءه عندي 91% او 912 من 1000 موجوده برضو على روزيتا. نكمل تعويض، هيبقى شده التيار او التيار المسحوب في المحرك الاي بيساوي 22000، طبعا هقسم عليها جذر 3 في 380 في ده كله، لا هو لو انا جيت عوضت الاقي 533 ونص، وبالتالي هيديني الامبير 41.23 امبير. نبص كده على الامبير، 41.3 هو هو الامبير المكتوب، يبقى انا بالقانون عرفت اعوض واجيب الامبير واثبته هو اللي موجود على الروزيتا. يعني كده هو نفس الامبير اللي موجود. تمام، نكمل بقى، هشتغل ستار على جهد 660، نعوض بالقانون، عندي القدرة، قانون القدرة هو هو ثابت لو انا هشتغل ستار او دلتا، واحد، عندي الفولت هو اللي اتغير بقى 660 بدل 380 خليته 660، القدرة هي هي اللي موجودة على المحرك 22 كيلو وات هو كاتبها لي ماشي. الكوزان ثيتا والافشنسي تمام، اجد اجيب شدة التيار اقسم 22 على الرقم ده كله، لو في حالة لو انا ضربت الجذر 3 في 660 هكذا في 89% في 912 من 1000 هيديني 926.7، اقسم ده على ده هيديني 23.74%. ده معناه ايه؟ هو نفس قيمة التيار اللي موجود على المحرك. طب انا عندي هنا في مصر مفيش فولت 660، يعني انا كده مش هشتغل ستار؟ لا، اشتغل ستار بس هتشتغل على فولت 380. طب ده معناه ايه؟ هيديني نفس الامبير اللي على المحرك وهيديني نفس القدره على المحرك؟ لا. تيجي بقى نثبتها مع بعض، يلا بينا، هشتغل على القانون بتاع قدره المحرك. تمام، نكمل، 380 الاي انا عندي القدره معرفهاش ولا الامبير اعرفه. طب اجيب القدرة ازاي واجيب الامبير ازاي؟ نخلي بالنا، نرجع لورا، عندي اللي في حالة توصيلة الدلتا الامبير بتاعي كان 41.23 امبير. طيب لو انا اشتغلت على 380 نفس الفولت بس هشتغل ستار، هسحب تلت الامبير ده، يعني اقسم الامبير دوت على 3 هيديني امبير الستار، يعني ال 41.23 اقسمه على 3 يديني الامبير. نبص كده اهو مقاسم اداني 13.7 امبير، يبقى الامبير في وضع الستار اداني 13.7 لما كان الجهد، والجهد كان 380. كويس جدا، نكمل نجيب الباور بقى، الباور بتاعي اداني 7183 واط، او بمعنى 7183 كيلو واط. باور ايه ده؟ ده باور اقل من الباور الموجود عندي على روزيتا. معنى الكلام نختصر بقى الموضوع، عندي القدرة، انا بتكلم في الستار، هي دي مشكلتنا فيها دلوقتي، لو انا هشتغل 380 ولما اشتغل 660، لما اشتغل 660 هو الباور الموجود على روزيتا اللي هو 22 كيلو واط، لا بس انا ما عنديش 660 فولت، انا هشتغل على 380، يبقى عندي الباور بتاعي او القدره بتاعتي هتبقى 7183 كيلو واط. شوف الفرق القدره دي عن القدره دي، لان هنا كان الفولت 660، هنا الفولت 380. كده
بالطريقة ديت قدرنا نخش على روزيتا نطلع البيانات. عندي معلومة موجودة على روزيتا 380 660، كله يقول 660 دي ايه، وجي دلوقتي في الستار يجي يقول لك ده الامبير بتاع الستار 23. اذا كان انت 23 ازاي، واذا كان انت اساسا الفولت عندك ما فيش 660، انت تشغل 380، يبقى الامبير اللي هيطلع لك مش 23. ناخد بالنا من الموضوع دوت كويس جدا كويس جدا. اللي هو مش موجود على روزيتا الباور بتاع الستار في حالة لو انا وصلته على 380. نكتفي بالجزء ده النهاردة، ونكمل حسابات في الفيديو الجاي ان شاء الله. معايا حاجات كويسة جدا، اتمنى اكون انا افدت الجميع، وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.